التاريخ عاشت وبقيت أم الدنيا، منبع التاريخ وأصل الحضارة الإنسانية. هنا على أرضها الطاهرة عاش رسل وقديسون ورهبان، وقال عنها المولى الكريم: بها خزائن الأرض، وبها الوادي المقدس طوى، وبها تجلى المولى وكلم سيدنا موسى. وقال عنها البلد الأمين، وهي البلد الوحيد التي ذكرت صراحة في كل الكتب السماوية، وبها خير أجناد الأرض. على أرضها بدأ كل شيء: الزراعة والصناعة، الطب والهندسة والعمارة، الورق والكتابة، الميزان والعدالة، الحكم والحكومة، التشييد والبناء. هنا ولدت الحضارة والتوحيد بالإله الواحد الأحد. وقد قامت بواجبها نحو البشرية على طول التاريخ، وما زالت تقول: قرون تجري في إثر القرون، عوالم تولد ثم تموت، ومصر خالدة تبني وتنشئ، تعمر وتكتب وترسم، تنشد وتصلي، تتألق وتتوحد، تخبو ثم تتألق وتتوحد، تعلم الجميع وترتقي بالبشرية للأفضل. إنها مصر، مصر الحضارة والتاريخ، حكاية جميلة من ألف فصل مضى وألف فصل قادم بإذن الله. معكم محمد صبحي عبد الشكور، مرشد سياحي أسباني إنجليزي وباحث في التاريخ النوبي، وحنبدأ حلقة جديدة من برنامج مصر التاريخ. نتكلم في هذه الحلقة عن النوبة في العصر الحجري، في العصور الحجرية. العصور الحجرية دي احنا بنقسم الى العصر الحجري الاعلى اللي هو ما هو قبل 20,000 سنة قبل الميلاد، وفي العصر الحجري الوسيط، وفي العصر الحجري الحديث. العصر الحجري القديم خالص هذا يعني مظاهر الحضارة فيه أو مظاهر نشاط الإنسان فيه هو ما تركه مما يسمى بالأدوات الأشولية وال ده عبارة عن إيه؟ الإنسان وجد نفسه في بيئة قلنا صالحة للحياة، ولكن بدأ يستخدم اخترع حاجة اسمها البلطة اليدوية أو الفأس اليدوية، وهي عبارة عن كتلة حجرية من حجر الصوان أو الزران، حجر في غاية الصلابة، هو ده الحجر اللي كان بيستخدم في أنه بتضرب حجرين ببعض يطلعوا الشرارة عشان توليد النار. هذا الحجر بيخلي لي يعني الحجر نفسه بيخلي لي قبضة يمسك بيها، وليه سن اللي هو حيصطاد بيه، إذا كان حيصطاد بيه الحيوانات ولا حيصطاد بيه ولا حيدافع بيه عن
نفسه، ولا إذا كان هو مثلا هيستخدمه في حفر حاجة في الأرض. المهم ده أهم ما يميز العصر الحجري القديم. هيجي بعد كده هتيجي لما هو بدأ الحجر ده اللي هو بيسموه حجر الصوان أو الفلينت، لما بدأ يشطفه عشان يعمل الجزء المسنن في قطع صغيرة ظهرت تكسرت، وجد أن هذه القطع الصغيرة يستطيع أن يستخدمها استخدامات، يستخدمها مثلا كصنارة، يستخدمها كسهم يحطه عشان يضرب به رأس للسهم، مثلا سكين، هذه الأشياء. فبدأ عمل حاجة اسمها الأدوات القزمية. أدوات القزمية دي المركز بتاعها اللي هي قرية اسمها السبيل، وبتسمى بالأدوات السبيلية. الحضارة السبيلية دي انتشرت من عند الشلال الثاني يعني عند حلفة لغاية جنة، وجدت فيها دي بقى كانت قفزة، لأنه إيه بتعتبر حاجة زي إيه النانو تكنولوجي، يعني بدأوا أدوات صغيرة يستخدموها يعملوها يستخدموا منها استخدامات كثيرة جدا تساعد في الحياة. وعموما العصر الحجري كله هو نسب العصر الحجري لماذا؟ لأنه العصر الذي استخدم فيه الإنسان الحجر في جميع أدوات حياته، يعني الأواني، الأطباق بتاعته، السكاكين، الفاس، كل شيء مصنوع من الحجر، ولذلك سمي بالعصر الحجري. العصر الحجري القديم احنا قلنا فيه الحضارة السبيلية اللي هي الأدوات القزمية. نخش على العصر الحجري الحديث. العصر الحجري الحديث في عندنا ثلاث مجموعات حضارية أو ثلاث عصور، ثلاث نماذج للعصر الحجري الحديث، ثلاث نماذج في النوبة. أولا حضارة الخرطوم، وهي حضارة الخرطوم هذه طبعا وجدوا فيها الشيء الجديد اللي وجدوه فيها في حضارة الخرطوم، وهي 7000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح. وجدوا فيها يعني ان الناس دول مارس، ودي كانت الحضارة، وجدوا الآثار بتاعتها تحت مستشفى الخرطوم. فوجدوا انه هؤلاء الناس قاموا بتربية نوع من الماعز. كلمة تربية نوع من الماعز تعني معناها ايه؟ انه هذا الانسان بدأ ينتقل من عصر الصيد والقنص الى عصر التربية، يعني ايه هيبدأ ينتج، يعني مش هيعتمد بس على الحاجات الموجودة، لا ده هو هيربي وينتج. يبقى اذا دي نقلة حضارية كبيرة. الحاجة التانية بالنسبة للادوات، كانت ادوات كلها حجرية، لا ده هم اخترعوا او ابتكروا نوع من الفخار معروف فخار الخرطوم. يبقى اذا بدأ هو ايه بدأ يعمل
نقلة ويعمل إيه تربية، وفي نفس الوقت صناعات، صناعة جديدة وهي صناعة الفخار. المظهرين دول يعني بيورونا إنه دي مظهر حضاري أو نقلة حضارية. دي بالنسبة لحضارة الخرطوم. الحضارة الثانية وهي اللي هي نبطة بلايا. نبطة بلايا دي عبارة عن وجدوا مكان على بعد حوالي 90 كيلو شرق توشكا، وجدوا مكان اللي يعني قامت فيه أول قرية في وادي النيل. أول قرية، هذا المكان هو عبارة عن إيه؟ هي كان عبارة عن زي بحيرة وبتسقط فيها الأمطار. هذه البحيرة الناس اللي فيها كانوا بيبنوا بيوت زي الأكواخ خشبية، ولما يجي موسم الأمطار والبحيرة تفيض يروحوا فكين الأكواخ الخشبية دي ويطلعوها لمكان أعلى. طب عشان يعرفوا موسم الأمطار عملوا حاجة اسمها الدائرة، دائرة التقويم، عبارة عن دائرة من الأحجار وفيها خطين. المهم هذه الدائرة تعتبر أول تقويم توصل إليه الإنسان، لأن احنا بنتكلم في حضارة يعني 6000 سنة قبل الميلاد. توصلوا انهم يعرفوا موعد سقوط الامطار من خلال ايه؟ من خلال اشعه الشمس اللي بتدخل بين هذه في هذه الدائره، فبيعرفوا انه ده موسم الامطار، وبالتالي بيبتدوا يرفعوا البيوت بتاعتهم الخشبيه الاكواخ دي الى مكان اعلى. الحقيقة دي كان يعني دي كان أول عملية لاكتشاف التقويم قامت بها نبطة بلايا. نبطة بلايا أيضا وجدت فيها مخازن للبذور، دليل على أنهم وجدوا يعني عرفوا طريقة للزراعة، وأقدم ناس عرفت الزراعة ذكر ذلك الأستاذ العلامة رشدي سعيد، بأنه هذا يدل على أن النوبيين أول من زرع الأرض. أيضا وجدوا فيها حجر يعني منحوت على شكل الإله، على شكل البقرة، وبالتالي قال لك إنه ده يدل على إن دي كانت بداية عصر النحت، يعني هم أول من نحت. ثم وجدوا جبانات فيها أبقار، فيها أبقار مدفونة، دليل على إنهم حاجتين: أولا استأنسوا الأبقار، استأنسوا الأبقار، ودي نقلة حضارية برضو، هيبتدي إيه بدل ما هو بيمسك الحيوان بيصيده، لا دلوقتي بيربيه وبينتجه، فإيه دي نقلة حضارية بتجعله أكثر استقرارا.
أيضا إنه دي بدايات عبادة الإله حتحور ظهرت في النبطة بلايا اللي هي جزء لا يتجزأ من النوبة. الجزء الحاجة الثالثة وهي عبكة. عبكة دي منطقة وجدوا عليها آلاف من الرسومات رسم فيها الإنسان كل أشكال الحياة، الحيوانات والطيور وحتى المراكب اللي كانت بتستخدم. وجدوا مجموعة كبيرة من النقوش بيسموها نقوش عبكة. نقوش عبكة دي فيها حاجتين، اولا انه قالوا دي بدايات اللي هي الكتابة التصويرية بتمثلها نقوش عبكة، وايضا نقوش عبكة بتورينا صورة من صور الحياة كاملة، نقلة حضارية ايضا في من اللي هو نموذج لنماذج العصر الحجري الحديث. وبكده يعني في حلقة أخرى إن شاء الله سنكمل ما بدأنا عن تاريخ النوبة في العصور الحجرية. في حلقة قادمة سنستكمل هذا العرض لتاريخ النوبة من أقدم العصور، ويكون معكم محمد صبحي عبد الشكور، مرشد سياحي أسباني إنجليزي وباحث في التاريخ النوبي. الحضارة المصرية أهم حضارات العالم القديم وأعظم حضارات التاريخ. أدت مصر دورا ذا شأن في تاريخ الحضارة لم تؤديه أمم ذات مساحات شاسعة. إنها مصر التاريخ. تلك لمحة عن دور مصر عبر التاريخ، ليس فقط في قارتها أو محيطها، ولكن دورها في العالم والكون لخدمة البشرية. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج مصر التاريخ.